بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الأعزاء، سنوات ثانية ثانوي، مرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات. ما زلنا معكم مع حل موضوع للفرض الأول تاع الفصل الأول، وهو مراجعة شاملة للدروس اللي قريتها هذه السنة. إذا أقول لكم بالتوفيق، نتمنى أنكم شاهدتوا الجزء الأول. إذا عرضت عليكم مسألة بثلاث أسئلة، وعرضت عليكم أيضا تمرين جد جد رائع. هذا التمرين يقول أجب بصحيح أو خطأ مع التعليل. شفنا الفرضية الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة والخامسة أيضا، وعرفنا كيف نحل مثل هذه مثل هذا النوع من التمرينات. نتمنى أنكم تولوا للجزء الأول والجزء الثاني لحل هذا التمرين. ثم اليوم جبت لكم حل المسألة، نبدأ على بركة الله، نقول كلنا بسم الله. إذا المسألة واش تقول؟ اف دالة عددية بحيث عبارتها اف لي اكس يساوي الجذر التربيعي لي اكس ناقص واحد. يقول سؤال الأول، عين مجموعة تعريف الدالة اف، نسميه دي اف. طبعا نلاحظ أن اف هي عبارة عن دالة جذرية، نقول لها هكذا. إذا مجموعة تعريفها تكون كالتالي، شوفوا معي. إذا نبدأ على بركة الله. طبعا كي يكون عندكم جذر اكس، احنا نعرفوا ان الداله الجذريه كي يكون عندكم جذر اكس، شوفوا معايا نبداها لكم بابسط مثال كيف نلقاو مجموعه التعريف. كي يكون عندكم جذر اكس، واش قلنا على مجموعه التعريف هذه الداله الجذريه؟ قلنا لازم يكون الاكس تاعي موجب، يعني اكبر او يساوي صفر. اذا اي عدد موجب نقدر نمدلو الجذر او نلقى الجذر التربيعي تاعو. جذر 2 تساوي 1.41، جذر 9 يساوي 3، وهكذا. ولكن حذاري، جذر ناقص 9 لا يساوي 3. إذا حذاري، ما عندناش الجذور التربيعية لأعداد سالبة، لازم يكون ما داخل الجذر موجب. كي نجي مجموعة تعريف الدالة اف تاعي، كيف نعرفها؟ دي اف تاعي راح تكون معرفة كالتالية، هي كل الأعداد الحقيقية، ولكن حذاري راح نأخذ منها حيث لابار هذه، حيث قريناها يعني من نهار اللي قريتنا، نقول حيث اكس الشرط أن تكون. إذا اكس أعداد حقيقية التي نأخذ منها، التي تحقق الشرط التالي، ما داخل الجذر نأخذ العبارة تاع اللي راهي داخل الجذر كما هي، يعني x ناقص واحد. كيف يكون الشرط؟ لازم تكون موجبة، أكبر أو تساوي صفر. ثم باش نلقاو مجموعة التعريف، نحل المتراجحة تاعي. إذا نحل المتراجحة x ناقص واحد أكبر أو تساوي صفر. المجاهيل من طرف، المعالم من طرف، يعني x تاعي راح يكون أكبر أو يساوي واحد. إذا مجال التعريف تاعي راح يكون إكس إلى ماذا ينتمي؟ إذا إكس تاعي راح ينتمي إلى من واحد. لماذا من دخلت الواحد؟ لأن عندي أو يساوي نقطة فاصلة هكذا زائد ما نهاية، وبالتالي خرجت إلى مجموعة التعريف دي إف تاعي هي كل الأعداد الحقيقية من واحد إلى زائد ما لا نهاية. هذه هي الإجابة على هذا السؤال. نجي على بركة الله للسؤال الثاني. وش يقول سؤال ثاني؟ يقول بين أن الدالة F هي مركب دالتين U و V يطلب تعيينهما. شوفوا معي، نكتب البيان أن الدالة F عبارة عن مركب دالتين مرجعيتين بسيطتين U و V، سموهم U و V يطلب تعيينهما. كيف ذلك؟ شوفوا معي، احنا الدوال المرجعية، وش قرينا كدوال مرجعية؟ قرينا أولا الدالة الجذرية جذر X، قرينا الدالة مربع X مربع، وش قرينا ثاني؟ قرينا الدالة مقلوب واحد على X، وقرينا أيضا الدالة التآلفية اللي هي من الشكل AX زائد B. هذه كل الدوال اللي قريناها في الدوال المرجعية. نجي لعبارة F لي X. أولا ألاحظ أن هناك جذر تربيعي، إذا راح تدخل فيها الدالة المرجعية الأولى جذر X، ثم داخل الجذر التربيعي وش كاين؟ كاين X ناقص واحد، إذا مكتوبة على شكل AX زائد B، إذا هناك دالة تآلفية. إذا راح نلاحظ أن الدالة F تاعي عبارة عن مركب دالة تآلفية مع دالة جذرية.
ولكن كيف أستخرج U؟ كيف أستخرج V؟ إذن كيف أستخرجهما؟ كالتالي، شوفوا معايا، ركزوا معايا في هذه النقطة. راح نكتب F، الدالة تاعي F التي ترفق بكل X صورتها دائما نبدأ ما داخل الجذر. وش كاين داخل الجذر؟ كاين X ناقص واحد. إذن نكتب X ناقص واحد، الدالة الأولى، إذن نسميها الدالة التألفية U. ثم بعد ذلك أستاذة، هل شرط نكتب U ولا ممكن ندير V؟ لا، ممكن ندير V، نكتب U كما حبيت، ولكن حذاري في صيغة F. ولكن كي تكتب هنا U لازم تراعي الترتيب، كي نكتب F هي U رون V. دوك نشرح لكم أكثر. ثم بعد ذلك X ناقص واحد نأخذ دالة أخرى وهي الدالة جذر. من أجل كل X ناقص واحد راح نأخذ الدالة الآن جذر X، أو نقول جذر هنا لكل X ناقص واحد أرفقه بالدالة الجذرية. هنا نكتب الدالة V، إذا هنا سميتها U، هنا سميتها V. طبعا هنا فقط صورة X ناقص واحد، ممكن نكتب X ناقص واحد فقط، أعرف U وأعرف V. هنا شرحت لكم مسار الدالة F، إذا F تاعي أولا أعرف U تاعي، الدالة التألفية U هي لكل X صورته X ناقص واحد. إذا U لX عبارتها راح تكون X ناقص واحد، هذه من جهة. من جهة أخرى كيف أعرف V؟ V أعرفها لكل X صورته ماذا؟ جذر X. عبارة V لX تساوي جذر X. الآن كيف أكتب F؟ F نكتبها، حذاري الترتيب مهم، راح نكتب V تركيب U، نبدأ ب V ثم أركبها مع U. V تركيب U، حذاري هذه الكتابة تختلف عن الكتابة U تركيب V. إذا هذه وهذه مختلفتين. إذا واحد كاين واحد يكتب هنا V وهنا U، بصح كي يجي يكتب عبارة F أو F كيف يكتبها؟ راح يبدأ دائما من الأخير، راح يكتب U تركيب V. أتمنى فقط أن تكون الفكرة واضحة. إذا عينا، إذا بينا أن F عبارة عن تركيب دالتين U و V. طبعا فقط نقول أن F هي عبارة عن تركيب دالتين، الدالة التألفية U والدالة الجذرية V. إذا الإجابة راح تكون، أقول الدالة F عبارة عن تركيب دالتين، هما أولا الدالة التألفية U حيث U لX يساوي X ناقص واحد، وب الدالة الجذرية V حيث V لX يساوي جذر X. حذاري ما نكتبش V لX يساوي جذر X ناقص واحد، إذا حذاري. إذا كان هذا هو الجواب النموذجي لهذا السؤال، ودائما كي يطلب منكم هذا السؤال راح تجيبوا نفس الإجابة. شوفوا معي السؤال الثالث، يقول لتكون G دالة عددية معرفة كالتالي، G لX يساوي واحد على F لX، عين مجموعة تعريف الدالة G. نبدأ على بركة الله. إذا عدنا G لX يساوي واحد على F لX، مطلوب مني إيجاد مجموعة تعريف الدالة G. إذا أولا راح نكتب عبارة G لX. G لX ماذا تساوي؟ قلنا أنها واحد على F لX، أعوض F لX بما يساوي. إذا F لX ماذا تساوي؟ تساوي الجذر التربيعي لجذر X ناقص واحد، إذا واحد على X ناقص واحد. هنا مجموعة التعريف دي جي، سموها دي جي، ماذا تساوي؟ هي الأعداد الحقيقية X التي تنتمي إلى R، والتي تحقق ماذا تحقق؟ لازم يكون، شوفوا معايا هنا كي يكون الجذر في المقام، لازم تحقق أولا الشرط X ناقص واحد أكبر من الصفر. هنا ما نقولش أو يساوي، كي يكون عندنا الجذر التربيعي عند البسط أو في البسط نقول أكبر أو يساوي، ولكن كي يكون في المقام ما لازمش يساوي الصفر. يعني ممكن كتابتها هكذا X ناقص واحد، باش نشرح لكم أكثر، و X ناقص واحد ما لازمش يساوي الصفر. في الحقيقة
يعني هذه الكتابة ما عندهاش يعني مكان. لماذا؟ لأنني كتبت لكم أكبر تماما، ولكن لزيادة في الشرح زدت لكم x ناقص 1 لا يساوي 0. إذا x ناقص 1 أكبر تماما من الصفر، يعني أن x أكبر تماما من الواحد، وبالتالي تكون مجموعة التعريف دي جي، وهنا x ناقص 1 لا يساوي 0، يعني x لا يساوي الواحد، وهنا راه داخل في مترجحة تاعي. إذا دي جي تاعي مجموعة التعريف هي المجال المفتوح، أو هو المجال المفتوح 1 زائد ما نهاية، لأن يو كان يساوي x يساوي الواحد. شوفوا معايا نعوض، جي لي 1، 1 على جذر 1 ناقص 1 0، 1 على جذر 0، إذا غير معرف، إذا أستثني الواحد. نجي للسؤال با. السؤال با يقول من السؤال الثالث: أدرس اتجاه تغير الدالة F ثم استنتج اتجاه تغير الدالة G ثم شكل جدول تغيراتها. نبدأ إذا الشطر الأول، دراسة تغيرات الدالة F. إذا نكتب دراسة تغيرات الدالة F. وش عندي؟ عندي عبارة F لـ X هي الجذر X ناقص 1، عندي مجموعة التعريف هي 1 زائد ما النهاية. وشفنا في السؤال الأول أو السؤال الثاني بينا أن الدالة F عبارة عن تركيب دالتين، عبارة عن تركيب دالتين U هي دالة تألفية X ناقص 1، إذا نقول دالة تألفية، و V قلنا هي الدالة الجذرية، جذر x دالة جذرية. إذن باش نلقاو اتجاه تغير الدالة f بما أنها عبارة عن تركيب دالتين، لازم نلقاو اتجاه تغير الدالة التألفية واتجاه تغير الدالة الجذرية، ولكن هناك علاقة بينهما. أولا نبدأ بالدالة التألفية، شوفوا معايا. إذا درسنا الدوال المرجعية، إذا اتجاه تغير الدالة التألفية تاعي قلنا أنها معرفة على R بالشكل العمومي على R، واتجاهها حسب معامل A. هنا A تاعي ماذا يساوي؟ إذا A تاعي يساوي الواحد، عدد موجب، إذا معرفة على R ومتزايدة تماما، نقول متزايدة تماما لأن معاملها A يساوي الواحد عدد موجب. إذا ممكن ندير جدول التغيرات تاعها، إذا نرسم جدول التغيرات، ركزوا معايا. إذا مجموعة التعريف تاعها هي ناقص ما نهاية زائد ما نهاية، قلنا أنها متزايدة، حيكون السهم إلى الأعلى. ثم كاين شيء آخر تنعدم عند الواحد، شوفوا معايا x ناقص 1 تساوي 0، يعني يساوي صفر، يعني x يساوي الواحد، إذا تنعدم عند الواحد. هنا ندير الصفر، صورة الواحد هي صفر، هذا من جهة. ثم واش راح ندير؟ راح نشوف أيضا اتجاه تغير الدالة الجذرية تاعي. واش نعرف على اتجاه تغير الدالة فيه اللي هي الدالة الجذرية؟ نعرف أنها معرفة ومتزايدة تماما على صفر زائد ما النهاية. إذا نكتب هنا صفر، هنا زائد ما النهاية، في لي إكس تاعي قلنا أنها متزايدة تماما. إذا شوفوا معايا، عندي هنا الدالة F تاعي عبارة عن تركيب الدالة U مع الدالة V. هنا الدالة U تاعي هي دالة متزايدة تماما، طبعا هنا راح أهتم يعني على مجال التعريف على واحد زائد ما النهاية. إذا ندرس على واحد، هنا واحد زائد ما النهاية. إذا على واحد زائد ما النهاية راح نقول أن الدالة U تاعي متزايدة. صورة المجال هذا واحد زائد ما النهاية هو صفر زائد ما النهاية، ممكن نكتب هنا زائد ما النهاية. إذا هنا ممكن نكتب لكم النهايات، هنا ناقص ما النهاية زائد ما النهاية. إذا صورة المجال واحد زائد ما هو صفر زائد ما النهاية. إذا هذا المجال اللي هو صفر زائد ما النهاية، نجي لهنا نشوف أيضا أن الدالة V تاعي متزايدة على المجال صفر زائد ما النهاية، وبالتالي U متزايدة V متزايدة راح تخرج لي حسب مبرهنة
تركيب الدوال راح تخرج لي اف متزايده. كي يكون عندكم متزايده متزايده تخرج لكم الداله متزايده، كي تخرج لكم متزايده مع متناقصه الداله متناقصه، وكي تكون متناقصه متناقصه تخرج لكم متناقصه. هذه كل المعلومات موجوده في الدرس. اذا نكتب، اذا لقيت اتجاه تغير الداله اف انها متزايده تماما على المجال واحد زائد مانح. الان يقول استنتج اتجاه تغير الداله جي. اذا لكم تلاحظوا هناك علاقه بين الداله جي والداله اف، لان عباره جي لي اكس مكتوبه على شكل واحد على اف لي اكس. اذا نلاحظ ان جي عباره عن تركيب دالتين مره اخرى. ايهما؟ شكون هذه الدوال؟ الداله راح نسميها اش. شوفوا معايا، جي عباره عن تركيب دالتين راح نسميها اش واف. اف هي هذه الدالة اف تاعي، ولكن اش معرفة، حيث اذا الدالة، نكتب الدالة جي عبارة عن تركيب دالتين هما. الدالة اش هي لكل اكس ورفقه بالمقلوب واحد على اكس. أما الدالة F تاعي هي الدالة المعرفة لكل X جذر X ناقص واحد. أو شوفوا معايا، كي نكتب عبارة G نكتبها هي H أو G لي X، ماذا تساوي؟ H تركيب F لي X. شوفوا معايا كيف راح نكتبها، راح نكتبها H لي G H لي X ناقص واحد. وهذه ماذا تساوي؟ قلنا الدالة اش هي الدالة مقلوب، وتساوي واحد على جذر اكس ناقص واحد. أتمنى فقط أن يكون واضح. بما أن الدالة جي تاعي عبارة عن تركيب دالتين، الدالة اش والدالة اف، شفنا اتجاه تغير الدالة اف، بقى لي فقط اتجاه تغير الدالة اش باش نستنتج اتجاه تغير جي. إذا اتجاه، أولا اتجاه تغير الدالة H اللي هي الدالة مقلوب. واش قلنا في الدرس في الدوال المرجعية على الدوال المقلوب؟ قلنا أنها معرفة على R نجمة. إذا H هتكون معرفة على R نجمة، وكيف تكون؟ تكون دائما متناقصة تماما على R نجمة. إذا رسمت لكم جدول تغيرات الدالة H وجدول تغيرات الدالة F. قلنا أن الدالة H دالة المقلوب، إذا تكون متناقصة على ناقص مانحية صفر، ومن صفر زائد مانحية متناقصة. واش عندي الآن؟ عندي G عبارة عن تركيب الدالتين H و F. إذا الدالة G، نقول الدالة H عفوا، الدالة H دالة، الآن نشوف، نبدأ بالدالة F. نقول الدالة F، هنا الدالة F كيف هي؟ الدالة F دالة متزايدة تماما على أي مجال؟ على المجال، هنا راح نقول واحد زائد ما النهاية، ولكن بما أن مجموعة تعريف الدالة جي تاعي راح نأخذ، ممكن نخليها هكذا، وأنا حبيت ندرس على واحد مفتوح، هذا محتوى في واحد، وبالتالي على، نقول على واحد زائد ما النهاية، لأنني لازم نراعي مجموعة تعريف الدالة جي تاعي. ثم بعد ذلك هذه من جهة، إذا ما هي صورة المجال واحد زائد ما النهاية؟ إذا راح يكون هنا صفر زائد ما النهاية، صورة هذا المجال واحد زائد ما النهاية. وبالتالي أقول الدالة الأش هنا على صفر زائد ما النهاية متناقصة تماما. طبعا حذاري فقط، متناقصة تماما ليس على واحد زائد ما النهاية، نولي لي صورة المجال واحد زائد ما النهاية. صورة المجال واحد زائد ما النهاية هو صفر زائد ما النهاية، هاوليك جبتو منا صورة المجال واحد زائد ما النهاية هو صفر زائد ما النهاية. إذا عندما أدرس الدالة أش أقول متناقصة على صفر زائد ما النهاية، على صفر مفتوح طبعا زائد ما النهاية، لأنني هنا راني ندرس على واحد زائد ما النهاية مفتوح. إذا وبما أن
جي تاعي كيف هي؟ جي تاعي مكتوبة على شكل H رون F. فإن مباشرة فإن الدالة جي وحدة متزايدة وحدة متناقصة، إذا كما نضرب زائد في الناقص وش يمدلي؟ يمدلي ناقص، هذه فقط حيلة فقط. نقول فإن الدالة جي متناقصة تماما على أي مجال؟ على المجال الأول اللي راني ندرس فيه، على المجال واحد مفتوح، حذاري واحد مفتوح زائد ما نهي على مجموع التعريف تاع الدالة جي تاعي، وبالتالي أكون قد استنتج اتجاه تغير الدالة. بقى لي آخر شيء جدول تغيرات الدالة جي. إذا جدول تغيرات الدالة جي، أعتذر لكم من الآن، على بالي بلي طولت عليكم، ولكن والله حاولت أن أبذل جهدي باش نقصر لكم فيديو، ولكن دائما المعلومات القيمة تأخذ الوقت باش نتفادوا جميعا. إذا مجموعة التعريف نبدأ X تبدأ من واحد زايد ما النهاية حذاري، عند واحد الدالة جي تاعي غير معرفة، هكذا جي لي إكس، واش قلنا على الدالة جي متناقصة تماما، إذا جي هكذا. إذا هذا هو جدول تغيرات الدالة جي. أكون في النهاية عند نهاية هذا الفيديو، تمنياتي لكم بالتوفيق، سلام الله عليكم، ما تنسوناش بالتعليقات الجميلة واللايكات لكي تعم الفائدة، إلى الملتقى إن شاء الله.